يا مساء الفل والهنا والصحة والسعادة على حضراتكم. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم المفضل نقنقة من أحلى مكان على وجه الأرض، مدينة العالمين الجديدة. النهاردة هنعمل مع بعض حاجة كده للسناجل، لما المدام تسيبك وتطلع على البحر مع الولاد وحضرتك قاعد لوحدك، عايزين نعمل حاجات سهلة مع بعض. هنعمل مكرونة بالتشيكن والوايت صوص، مكرونة بالفراخ والوايت صوص، وبعد كده هنعمل كوكتيل المانجا والبرتقال. طيب ايه المكونات اللي عندي؟ عندي هنا صدور فراخ، عندي كريمة، لبن، مشروم، عندي بقدونس، جبنة بارميزان، عندي هنا أوريجانو، شوية من الثوم، شوية من البصل، وأخيرا عندي شوية من الباستا المسلوقة. طيب على طول كده الطاسة بتاعتي بتسخن، هنزل بشوية من الزيت، حضر الفراخ بتاعتنا، هنديها تشويحه كده في السريع. ناخد الصدور بتاعتنا، هاخدها كده ستريبس، خدها ستريبس كده رفيعه على قد ما نقدر، مش رفيعه قوي يعني ومش تخينه، مظبوطه كده اهو. حلو قوي. هجيب شويه من الملح، شويه من فلفل اسود، وهنزل على طول بالستريبس بتاعتي في الطاسه، نوزعهم كده ونديهم فرصه ياخدوا اللون بتاعهم، وبعد كده هنرفعهم وننزل نبني الصوص مكان الفراخ. حاجة بقى في السريع وفي السهل، هنشتغل كده الحلقات بتاعت العالمين كلها بتاعت نقناها، هنشتغل على فكرة السناجل أو الناس اللي هي قاعدة كده في البيت عايزة تعمل أكلة في السريع سهل كده في الصيف من غير شغل كتير. قلب الفراخ بتاعتي وسايب لها فرصتها بس إيه تاخد لون. عندي هنا جاهز بالمشروم، جاهز بالتوابل، هاخد شوية من الأوريجانو على الفراخ، ابتدي أقلب الفراخ بتاعتي، مش عايزة تستوي زيادة، قلبة حلوة كده، وأنا عايز شوية حاجات تلزق كده في الطاسة، البهاريز دي اللي في الاخر بلمها في الصوص دي الطعم المركز الغني قوي. نفس اللي احنا بنعمله ده نقدر نعمله باللحمه، نقدر نعمله بالجمبري، نفس السيكونس بالظبط. عندي طبق هنا عايز اطلع فيه الفراخ، وبعد كده نبتدي نبني الصوص مكانها. زي ما بقول لكم انا ليه مش بقلبها كتير، انا عايز شويه الحاجات اللي هتلزق في الطاسه دي، ده اللي دايما بيطلع الطعم بتاع البروتين في الصوص، تمام؟ فدايما البروتين لما بننزله بنسيبه ياخد لون، ما بنقلبوش كتير عشان ينزل شويه البهاريز دي في الطاسه. حلو قوي. هرفع الفراخ، مكانها كده على طول هنزل بشويه من زيت الزيتون، هنزل بالثوم، هنزل بالبصل، هديله تقليبه كده
هنزل على طول بالمشروم، وعلى المشروم رشه من الملح تساعد ان هي تطلع الرطوبه او تطلع السايل منه، يطلع الميه بتاعته فيستوي اسرع. رشه من الملح على المشروم، ودايما انا بتبل خطوه بخطوه، فاحنا كل خطوه بننزل بنتبل التتبيله بتاعتها بدل ما نستنى وننزل التتبيل كله، فخطوه بخطوه بنتبل. حلو قوي. انا مستني ايه؟ ريحه الثوم تطلع كده تهب، تبتدي تختفي شويه، ابقى عارف ان انا اقدر دلوقتي ابتدي انزل ببقيه الصوص بتاعي. حلو قوي، روق الدنيا حواليا كده زي ما احنا متعودين نشتغل على نظافه، وعلى ما نخلص ما يبقاش عندنا حاجات كتير محتاجين ننضفها. حلو قوي، هنزل بنقطة من اللبن، مش صغيرين قوي. وهنا بقى بالسباتيلا زي ما نقول كده بنكحت الطاسة، بنطلع منها كل الحاجات اللي كانت لازقة فيها ومعاها كل الطعم. هنزل بالأوريجانو، هنزل بالكريمة، هنزل بالبارميجان، وكمان هنزل بشويه من البقدونس، شويه من الفلفل الاسود، وهنقلب بقى العظمه دي مع بعض كده. واخدين الفراخ بتاعتنا نرجعها في الصوص، ندي تقليبه كده اهو، نستنى بقى على الصوص بتاعنا يغلي فيبتدي يتقل شويه. حلو قوي، استنينا الصوص بتاعنا لحد ما تقل كده اهو، على طول ناخد الباستا بتاعتنا ننزل بيها، وبالتونج كده نبتدي نقلبها في الصوص. حاجه كده في السريع عملناها ما خدتش مننا وقت خالص، زي ما قلت لكم طالعه بقى وايت صوص زي ما بتاكلها في المطاعم بمنتهى البساطه، مفيهاش اي حاجه. ومن هنا طبق التقديم، ننزل بالباستا بتاعتنا، ننزل بشويه من الفراخ عليها، ندي الطبق بتاعنا مسحه كده لذيذه، ننزل بشويه من البقدونس، رشه صغيره قوي من الفلفل الاسود، نبقى كده عملنا مع بعض باستا بالفراخ والوايت صوص بمنتهى السهوله، خلصت مننا في ربع ساعه. خلونا نطلع خطف فاصل في السريع اروق الدنيا حواليا، ونرجع نعمل مع بعض المشروب. ما تروحوش في حته. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل، مكملين حلقاتنا الخاصة من نقنقة على البحر في مدينة العلمين الجديدة. تعالوا اتفرجوا وشوفوا الجو وشوفوا البحر، حاجة خيال، أكنك أحسن من أي حتة تانية في العالم صدقني. طبعا
طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل مانجا بالبرتقان، حاجات بسيطه خالص. عندي شويه من المانجا الفريش، عندي عصير برتقان، شويه من عصير الليمون، شويه من السكر، واخيرا شويه من التلج. على طول كده مشروب بقى لذيذ كده على البحر، منعش ساقع. انزل على طول كعبات التلج، هنزل بالمانجا الفريش، هنزل بالسكر. ممكن نبدل السكر ده بعسل لو عايزين، او ممكن نستغنى عنهم خالص لو المانجا بتاعتي مسكره. عصير الليمون، واخيرا هنزل بعصير البرتقال، وهنضرب الكلام ده كله مع بعض ضربه سريعه. حلو قوي. كاسات التقديم على طول، كده نبقى عملنا مع بعض المانجا بالبرتقال، عملناها مع الباستا بالفراخ والوايت صوص، ونبقى كده وصلنا لاخر حلقتنا النهارده. اشوفكم الحلقه الجايه، ما تنسوش تحبوا بعض وتعالوا العالمين. سلام عليكم.